سؤالها الثاني تقول: هل يجوز تذوق ملح الطعام وأنا صائمة وهو لا يروح إلى الحلق بل في طرف اللسان؟ أرجو التكرم بحل هذين السؤالين ودمتم سالمين. لا حرج في ذلك، لا حرج أن المرأة تذوق طعام الطعام أو الطباخ، لا حرج، يكون يذوقه هل هو مالح أو طيب ثم يلفظه، لا يمتنع شيء، لكن يذوقه ثم يلقيه لا بأس في ذلك، لا في حق المرأة ولا في حق الرجل الطباخ، لا حرج في هذا الحمد لله. ابن باز رحمه الله.